السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ غديتوا الوليدات؟ غديتوا بصحة غداكم وبصحة فطوراتكم وبصحة عشاواتكم وبصحة كاسكروطاتكم؟ بصحة والراحة البنات كاملين. اليوم البنات كاين قفطان، يعني كاين خدمة ديال قفطان. ما نقولش لكم تبارك الله ما شاء الله كيف جا، ولكن ما غنوريكمش ديروا اللايك. واتي ديري اللايك، راه الشميشة شرقات وام عثمان رجعات والجليل بات غتنزل ان شاء الله. يلا هالاخوات ما تبخلوش على ام عثمان بلي لايك ديالكم. ويلا والصبع وخالتي بهيجه حنان نسرين فاطمه بزاف خالتي بزاف بزاف تولوا ديال خالات بزاف، يعني راضيه بهيجه خالتي عايشه في فرنسا. مشات لي التليفون ديالي والله حتى غنصيبو على قبل هاد النماري البنات. والله الا اليوم غيديه لي التليفون البنات غيمشي للشركه ديال اوبو باش يعاودوا لي لافيشور دوريجين على قبل هاد النماري باش نعاود نتواصل مع مواليهم الناس اللي كان اللي كنعرف على قبلكم باش عرفوا انكم عزاز. واخا التليفون تهرس لي ثالث مره غنعاود نصيبو على قبلكم. علاش حنتي فين وامر ديال الناس عزاز؟ يلا بصحه الغداوات ديالكم. شوفوا حيدوا ديك القضيه ديال النعسوا من ورا الجوج، لا نعسوا مع العشيه لا نعسوا في العشيه، غيتخربق لكم النعاس. كتشوفوني البنات كنهز عيني الفوق حار ديال ولدي كيتقدر ديال الخضره من عند الخضار حتى الباب، خاصني نشوفو راه طلع الدار هذا كنكون هي هذيك. المهم البنات قلت لكم البنات الا نعسوا مع العشيه كتضيعوا واحد ساعتين ولا ثلاثه السوايع ديال المكان. يعني كنقول لكم انا اخطا شي حوايج، هادشي اللي كنقول لكم راه كندوي على راسي انا، شوف ماشي انتم، يعني من شي حوايج درتهم انا. المهم كنتي عيانه ومريضه ارتاحي مع راساتك، يعني ما نقولش لك المريضه ونوضي تقاعدي خدمي، لا كنتي عيانه راه بطبيعه الحال سدي ما حالك وتكاي وارتاحي حتى النهار تكون عندك الكانه ديالك هي هذيك. المهم البنات كيف ما قلت لكم الا نعسوا في العشيه كيتخربق لكم النعاس في الليل، ولا تخربق لكم النعاس في الليل كتصبحوا معطلين، ولا تصبحتوا معطلين كتصبحوا مخربقين. هادشي كامل يعني البروغرام ديال النهار خاص يكون من 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 عشيته، من صباحته من عشيته، يعني البروغرام ديال النهار خاص يكون مقاد من 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 الاولو. اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم هذا الرشيمه. يلا واش كتستاهل لايك ام عثمان ولا ما كتستاهلش؟ يلا قولي الحاجه قولي. تبارك الله ما شاء الله غنبارطاجي معكم، جات رائعه جات رائعه. وسبحان الله العظيم بالصدفه وبمحض الصدفه اليوم كنا كنتغداو اتصلت لي واحد الاخت قالت لي ام عثمان راه غتعرف راسها، الا عرفتي راسك خلي كومونتير وقولي لي، خلي لي دعيوه خلي لي دعيوه قولي انا هي اللي قلت لك باش ندير لك ايبانغل ونخليك خليك هي الفوق انت هي الفوقانيه. قالت لي ام عثمان اش من الالوان اللي كيجوا مع الغوز فيشيا؟ وقلت ليها قلت لهاد السيده هذه قلت لها راه نيت انا راه كنخدم في واحد الغوز فيشيا غنبارطاجي معاك الريفيرونسات ديال الالوان اللي خدامه بهم اللي خدمت بهم اولا اللي خدمت بهم هاد الغوز فيشيا وجاو رائعين. والله البنات تليفوني مع التليفون انا عندي عيان والله ما كيبين ما كيبين. دابا راه كنقول التليفون عيان باش كندق على السي عبد العزيز باش يشري تليفون شي حاجه واعره. شوف شوفوا البنات هادو هما الالوان باش خدمتهم، هذا تقريبا هو لون الثوب وهذا ديغرادي ديال هاد اللون ديال الثوب وهذا واحد الاخضر روعه 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 روعه. ما نقولش لكم تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للغوز فيشيا البنات واخا تشوفوا الريفيرونس ديالو راه اللون ديالو هو هذا، الريفيرونس ديالو 049 049 ها هي هنا. المهم انا نبقى نوري بالنسبه لهذا، هذا واحد الغوز عطي غوز وكيعطي واحد اللمعه واحد الغفلي ديال 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 الموف، حاشي كنحس ان الالوان راه بحال كنمسهم، واحد اللون بحال الموف الريفيرونس ديالو. هذا اللون هذا غتلقاو عندي بزاف في الطاجره البنات، يعني كنخدم به بزاف هو وهذا. هادو جوج الالوان من الالوان اللي تعجبوني. بالنسبه نخلو نبقاو في اللوان هذا خليته لنهار واحد اخر ونقول لكم الريفيرونس ديالو مع شي حاجه اللي غنخدمها معاها. الريفيرونس ديال هذا اكريغ 113 اكريغ 113. اما هاد الخضره البنات اما هاد الخضره ما نقولش لكم كيجا، ما نقولش لكم كيف جا في هاد الغوز. ما جاش داك الخضر باش نوريكم، ما جاش داك الخضر المقشق مشقشق مشقشق، ما جاش داك الخضر اللي بحال هذا. تبارك الله وخلاص على ام عثمان زيدات لا كلاس لا كلاس لا كلاس. كيعجبوني اللوينات الهادئين الوان راه لاحظتوا
حتى في الفولارات وداكشي ما كيبانش لكم دايره شي فولارات فلاشي ولا شي حاجه. الفلاشي كان كيعجبني في بعض ولكن باش نلبسه دائما ولا لا ما نقدرش. لا تاج لا البيره ما تلقاوش عندي شي لون فلاشي، رغم انني يعجبني نلبس شي لون بحال هكا، وكيجيني مع البشره ديالي هذا اللون مع السمراء كيجي مع هذه الالوان فلاشي، ولكن ما كنزعمش عليهم نبقى نلبسهم بزاف، نقدر نلبسه مره جوج ونحطه. بالنسبه الريفيرونس ديال هذه البنات ديال هذا اللون 5702، 5702. بالنسبه للبرونز اللي خدمت به، البرونز اللي خدمت به هو هذا دائما البنات 3118. دائما البنات بالنسبه للصم دائما نخدم بالصم الحر، نخدم بالصم الباطو، دائما نخدم بالكاليتي في الصم، ما نتسقرمش على 30 درهم ولا 40 درهم ونخدم بصم عادي. هنا غندوزو للرشمه، وإلا بغيتو البنات يعني هاد الرشمه راه فيت بيني وقيلا مصوراها معكم، إلا بغيتو ننزل لكم التطبيق ديال الخطفه ديالها. بالنسبه للرشمه هي هادي البنات، هي هادي الرشمه ها هي. الله يسهل عليكم، الله يفتح عليكم، والله ييسر لكم اللي بغات شي حاجه بصحتها وراحتها. اللي غتصور ما تصورش العيدين الله يرحم الوالدين. شفتوا البنات ها هي الرشمه باينه واضحه، الله يفتح عليكم والله يسهل عليكم، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وكنتمنى ان شاء الله نبقى بهذا العطاء ديالي وبهذا الشكل هكا ان شاء الله، حتى هكا نوصلوا الافاده للجميع، ونوصلوا المعلومه للجميع، ونوصلوا التعلم الطرز الرباطي للجميع ان شاء الله. كيف ما كنقول لكم في العناوين، انا اعوذ بالله من قلت انا ام عثمان زيدات، ان شاء الله غتلبسكم وغتعلمكم. اللي بغى يلبس من عندها جليلبس غيلبس جليلبس جاهزين، وان شاء الله حتى الطرز الا خففت عليا الطرز والله تنشد من عندكم، انا راه كنحلف بالله البنات تنشد من عندكم، لان انا باغي نخدم وانا محل لو ما واقفه وما فايقه بكري وما كنجري الا وباغي نخدم، غير نقاد اموري ونقص الخدمه اللي عليا ونقص الروطارات اللي عندي مرحبا والف مرحبا. يلا ها البنات الا بغيتوا التطبيق قبل من حيت غنبدا في الضوبه الثانيه، قبل ما نبداها خلوا لي التعليق ديالكم ونبارطاجي معكم التطبيق. يلا السلام عليكم، الله يحفظكم، دائما الطاقه الايجابيه، دائما تشوفوا ودائما تبشروا بالخير وتفائلوا خير ونور خير تلقاو الخير. يلا السلام عليكم حتى العشيه ان شاء الله، الى المهم من واحد ساعه المكان ولا ساعتين المكان غنخدم لكم ايمات، ونشوف الى بغيتوا التطبيق نخلي لكم. كنتوا عارفين التطبيق ديالو راه ما عنديش مشكل حتى يسالي ونصور لكم الشكل النهائي ديالكم. يلا النهائي ديالو. يلا السلام عليكم والى اللقاء.